تخيل عزيزي المتابع يكون عمرك 19 سنة، طاقتك 92، قيمتك 190 مليون، تلعب بنادي مانشستر يونايتد. أكيد هذا الشيء مو طبيعي إنه القيمة 190 مليون بعمر 19 سنة بس. فهذا اللي صاير حاليا وبموسمي الأول مع نادي مانشستر يونايتد. إحنا بالمركز الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز ب 47 نقطة. أنا هداف الدوري ب 21 هدف، وأنا أفضل صانع أهداف بالدوري ب 11 هدف. بس قبل ما نبلش، السلام عليكم، هلا والله شباب، حياكم الله، مقطع جديد وحلقة جديدة من مهنة لاعب. وجهي ما أعرف إيش بيستوني، توني قاعد من النوم. المهم يا شباب، راح نكمل بسلسلتنا، ولكن اليوم راح نمشي أسرع وأسرع لسكبات بسبب إنه فيفا 23 قريبة، لهذا جاي أسوي سكيب كثير يا شباب. أحاول آخذ دوري أبطال أوروبا بأسرع وقت وأختم هذه السلسلة اللي حبيتها تكون سريعة. أما فيفا 23 فبإذن الله راح نسوي سلسلة بطيئة وحلوة وتعجبكم إن شاء الله، وتطول مدة طويلة بإذن الله. فاليوم مثل ما تشوفون عندنا بعض المباريات، إحنا أكيد يهمنا المباريات المهمة. يعني مثلا عندنا مباراة دوري أبطال أوروبا بشهر فبراير ضد نادي روما، وهذه المباراة بدور 16 دوري الأبطال، وراح نلعب بعدها مباراة الإياب، راح نلعب ضد توتنهام إن شاء الله، أرسنال، ممكن نلعب بعد مباريات الأبطال اللي راح نوصل لها. بالنسبة للدوري، أهم مباراة عندنا هي مباراة أرسنال، لأن جاي ينافسنا على المركز أو على الصدارة. هاي التمارين مشتغل عليها أنا حاليا. طبعا بالنسبة للتحمل قرب يوصل لل 85، وهذا الشيء أكيد ممتاز. مركز هجوم هذا بعد يريد يرتفع يا شباب، لأن هذا يحدد تمركز عند اللاعب. فزنا على إيفرتون بكأس الإمارات 3-1، فزنا على ولفرهامبتون، وفزنا على ليستر سيتي، وهسه مباراة دور 16 ضد روما. أنا بصدارة هدافين دوري الأبطال، وأفضل صانع أهداف عندنا مولر بدوري أبطال أوروبا. ما أريد أخسر مباراة روما، بإذن الله نفوز. خطير، أوف 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 أوف. روما داخلة بقوة. لا لا شباب شباب شباب، والله أول 6 دقائق روما بالكامل لهم المباراة. يلا يا حبيبي، مرر عدل فالاهوفيتش، حلوة، روح مصطفى، روح مصطفى، روح مصطفى، يا سلام، اركض يا ولد، حطها بالجول. الله 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 الله، إيه نستفاد من السرعة يا حبيبي. هدف أول بدوري أبطال أوروبا اليوم، ممتاز ممتاز ممتاز، جيد. شو 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 الاختراق، روح شد بالسرعة يا ولد، شد، جول 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 جول، هدف التقدم. يلا يا سلام، روح، لا شوي، انتظر انتظر، ما لحق تمسك الكرة يا ماونت، انت رحت انطلقت في الأوفسايد. حاس روما راح يسجلون، يا رب يا رب، اقطع يا ولد اقطع ارجوك. حلو حلو، دفاعنا لا بأس به. اوكي، عرضية، هي، لا 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 لا، ضاعت. يلا بعدي 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 بعدي، نزل، يا سلام عليك، العب لهذا مصطفى، حلو، شوت يا ولد، اوب 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 اوب، ديخية من جديد على الطرف. فاول، هذا فاول يا حكم، فاول يا حكم. اوكي، شوت شوت يا ولد، شوت يا ولد، شوت، يا سلام، هدف ثاني. 2-0، ممتاز، رغم اني تعرقلت يا شباب، لكن فريقنا سجل الهدف الثاني. احصل على الضربة الحرة، يلا مصطفى، يا رب يا رب، يعني تخيلوا هذه جول تكون شيء اسطوري يا حبيبي، شيء اسطوري. يلا، هي، لا يا القائم، يا الله، كانت قريبة والله. اوكي، انتهت المباراة 2-0، فزنا على روما مباراة الذهاب. مباراة الإياب راح نسوي لها محاكاة. خلنا ننتقل لربع نهائي، او اذا اكو مباراة قوية بالدوري اكيد نلعبها. اتوقع مباراة ارسنال قريبة. اوه، قبل الإياب عندنا مباراة ضد توتنهام بالجولة 5 من كأس الإمارات. والله شباب ودي امشي بسرعة، فخلنا اسوي لها سكيب، يا رب نفوز. لا، خسرنا 3-2 يا شباب بالسكيب يا ولد، يا الله. مويسكين مسجل علينا هدفين، وسون مسجل، انا سجلت الاول وإيلانجا سجل. اوكي، خرجنا من كأس الامارات للاسف. فزنا على روما 3-1، فالاهوفيتش سجل الهدف الثالث، وانا الثاني والاول، ممتاز. اوكي شباب، وصلنا لمباراة ارسنال. طبعا احنا بالصدارة 65 نقطة، ارسنال 60، فرق 5 نقاط، لكن احنا متقدمين عليهم بمباراة، فهذا الفرق ممكن ما يكون كبير لانه فقط نقطتين. وانا حصلت على افضل لاعب بشهر فبراير، شهر الثاني، هسه احنا بشهر الثالث راح او الرابع، هسه احنا بشهر ابريل يا حبيبي. طيب، ويا مباراتنا بدوري الابطال راح نلعب ضد موناكو. اوكي، مباراه سهله ان شاء الله، باذن الله مباراه سهله. لا 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 لا، حلو 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 يا ديخية، الله ستر. الدقيقه 7 كان ممكن ارسنال يتقدمون بالنتيجه عن طريق اوديغارد. الله 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 الله، والله يا شباب مباراه صعبه، ممكن اذا فازوا ممكن يتصدرون، ممكن. روح مصطفى،
روح 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 حارس ما تطلع. اوكي يا حارس ابلع روح الهدف الاول. يا سلام جاي استغل سرعتي بشكل رهيب. 1-0 نتقدم بالنتيجة. ممتاز يا مصطفى ممتاز يا حبيبي ممتاز. الله لا 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 والله التصويبة الأولى قوية والتكملة بعد 1-1. أرسنال فريقهم محترم الصراحة فريق قوي. لا 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 حلو دي خيه الله ستر. شباب شباب خلنا نسجل هدف ثاني يا شباب. يلا يلا يا ولد يا الله ما جيت أصل لي الكرة. مصطفى يا حكم يا حكم. يلا يا رب هي لا اعتلت العارضة. هذه جول هذه جول. اوه يا دي خيه شكرا شكرا شكرا. شوفوا انا اذا تجيني الكرة اكو لاعبين بس يعني ممكن اعدي من عندهم ممكن والله. يا رب يلا يلا العب حلوة. روح مصطفى اركض يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. الله 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 يا سلام. هو هدف الفوز 2-1. نعتذر من أرسنال. ليش اعتذرنا ما ندري المهم اعتذرنا من أرسنال. لا لا انا اتعب. هو يجي يا حبيبي الدفاع والله ما افضل من عندنا والله تريدون الصراحه. دي خيه صد هواي مويسكين هدف الثاني. شوف 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 استلم الكره روح على راحتك روح يا ولد. شنو الدفاع هذا؟ لا جيبه يا ولد. الله يستر الله يستر الله يستر. حلوه دي خيه. لا 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 دخي. لا يا شباب لا لا يا شباب. يا الله والله يستاهلون والله يستاهلون ثلاث نقاط. اخذوا من عندنا ثلاث نقاط بالدقائق الاخيره. خلاص صفر صفر الحكم للاسف والله. شنو اللي انا لازم اسويه بعد؟ يعني سجلت هدفين مو هدفين يمكن سجلت في المباراه. شنو اللي اسويه بعد؟ اوكي مباراه موناكو 58 هدف عندي لحد الان بالموسم 46 مباراه رقم اسطوري الصراحه. 25 اسيست. مباراه موناكو ما نريد نخسرها. ربع نهائي يا رب نفوز. والله هجومنا قوي يا شباب. مشكلتنا وين؟ حتى دفاعنا مشكلتنا سانشو جاي يلعب وسط يا ولد. اوكي مولر جاي يلعب سي دي ام. هاي مشكلتنا. مشكلتنا انه فريق وسط مدرب ما اعرف ايش جاي يسوي بي ما اعرف. يلا شباب تركيز رجاء رجاء لا نضيع الفوز من هاي المباراة. اوكي مصطفى شوف انا لازم اركز اني اسجل. دوري الابطال مهم اكون هداف. ما ادري كم هدف صار عندي بدوري الابطال بس اعتقد انا هداف. ها يلا يا رب يا رب اسجل بعد. يلا مصطفى اسيست شوت يا ولد شوت يا ولد. حارس المرمى. اوكي اوكي نقدر نقدر ان شاء الله نقدر نسجل. لا جيبها يا الله. هدف التقدم والله صعبة صارت. حلوة اصعد فلافوفيتش. يا سلام يلا العب العب يا ولد مصطفى. يا الله شلون ضاعت هذه. لا يا حبيبي يا الله 2-0 يا ولد. خلاص راح نودع دوري ابطال اوروبا والله طز باللياقه. خلاص بعد انا راح اعتمد على الاسلوب الفردي واحاول اركض قد ما اقدر يا شباب. يا سلام يلا حلوه سجل العب له شوت يا عمري. ايه يا حبيبي ايه هدف تقليص الفارق بالدقيقه 60. يا سلام هذه خطير. لا الحمد لله دقيقة 81. شباب 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 العب لي العب لي العب لي العب لي العب لي العب لي. خلاص نطلع بخسارة 2-1. مباراة غريبة والله يعني على ملعبنا من موناكو. الله يستر مباراة الإياب والله. اوكي مباراة الإياب مباشرة راح نلعبها والله يستر. يا رب اسجل يا رب اسوي شيء. طبعا انا حاليا هداف دوري الابطال ب 12 هدف بس هذا الرقم اكيد ما راح يكون له قيمة اذا خرجنا بهاي المباراة من دوري ابطال اوروبا. الله يستر. يلا يا رب صفرة البداية. مباراة على ملعب موناكو. الفوز ولا شيء غير الفوز بالنسبة لنا. اذا خرجنا تكون كارثة الصراحة. يا رب نفوز. اوكي غير اتجاه اللعب يا مصطفى. حلوه 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 حلوه. شوف 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 شوف, شوف. ما جاي يعرفون يلعبون وياي طريقه لعبي ما اعرف تختلف عنهم ولا شنو. العب خطير 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 يا شباب يا دفاع شباب. يعني واحد والله واحده واحده يخترق الدفاع ويروح يصور. حلوه يلا شو شوف
شوت على الحارس. بعدين وياكم يعني والله، وبعدين وياكم. اذا خرجنا راح اطلع من الفريق والله، راح اطلب الانتقال بس نخرج من دوري ابطال اوروبا. مشكلتهم والله خلاص، انا ما اريد العب ويا نادي يضيع لي يعني مستقبلي على مود والله اخطاء هذه الدفاع ولا ما اعرف شنو. يلا يلا العب يا ولد، العب 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 يا حبيبي العب. اي يا مصطفى، هدف التعادل جيد جيد جيد، هدف التقدم بهاي المباراه بس هدف التعادل مجموع المباراتين. والله الحمد لله انه مرر بهذه الطريقه. شوف 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 حلوه 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 العرضيه، ومصطفى على الطاير حطها بالجول يا ولد، حطها بالجول خلاص حلوه. روح يا مصطفى روح، راح ادمر اللياقه خلاص، طز باللياقه. العب 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 العب، يا سلام عليك. ريد جول ريد جول يا شباب، ريد جول يا شباب. العب لي العب لي يا حبيبي العب لي، يا سلام. شوت شوت يا ولا شوت، خلاص يا عمري خلاص، هو هو هدف الفوز. يا سلام عليك وعلى الاسيست يا مصطفى. شوف 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 تغيير المركز، شوف يا سلام. وين المهاجم؟ وين بس اذا اعرف وين فلاهوفيتش ولا منو منو مهاجمنا هنا، ما اعرف. لا لا عالي عالي عالي، دقيقة 78 النتيجة 3-2 شباب. واحدة والله واحدة يا شباب، لا ترفع لا ترفع لا ترفع يا ولد. حلوة مصطفى مصطفى، هذه جول هذه جول هذه لا سهلة. اوكي اوكي خلاص فزنا يا شباب، انتهت المباراة، فوز 2-0 على موناكو، تأهلنا لنصف نهائي دوري ابطال اوروبا. انا افضل لاعب بالمباراة بعد ما سويتها وسويت الريمونتادا على موناكو. عندنا مباراة هسه ضد ايفرتون، مثل ما تشوفون الترتيب جوا احنا فارق 5 نقاط على ارسنال صاحب المركز الثاني، بس احنا متقدمين عليهم بعدد المباريات. اوكي مباراتنا بالابطال بنصف النهائي راح تكون ضد تشيلسي، باريس راح يلعبون ضد بوروسيا دورتموند. تشيلسي فريق قوي فريق محترم، الله يستر من هذه المباراة. طبعا راح نلعب الأبطال وعدنا دوري يا شباب تقريبا مباريات سهلة بقت لنا. اي نعم مباريات سهلة بالدوري، معناته الدوري ان شاء الله راح يكون، لكن خل نركز على دوري أبطال أوروبا، خلي ناخذ دوري أبطال أوروبا. طاقتي صارت 93، يا رب يساعدوني فريقي من أجل الفوز بهذه المباراة إن شاء الله. يا الله يستر. فيرتس عند تشيلسي يلعب يا ولد، أوكي إن شاء الله يا شباب، إن شاء الله إن شاء الله أقدم أداء عالمي. يعني الأضواء عليمن يعني على فلاهوفيتش، فلاهوفيتش احسن مني والله غريب. والله التحمار كل شيء ما مسوي، كل شيء ما سويت، ما شفتك سويت شيء بخير ان بهذا الموسم. ارجع يا ولد، حطها بالجول حطها بالجول حطها بالجول. لا كانت قريبه والله، صار لي كثير ما مصوب هيك تصويبه يا ولد. لا لا اوه يا حبيبي فيرتس، والله صاروخ كرة قوية بالجول. لا 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 يا شباب، لازم انا همين اصوب هذا الشكل، لازم لازم اصوب تصويبات قوية. هلا اعتمد على الجهد الفردي شوي، يعني اذا ما يصنعوا لي كرات مو مشكلة. جول جول اي جول، بلعوا بلعوا والله تستاهلون. يا سلام ترباك على كورتك، ارجع لي العب يا ولد، هي يلا يلا شباب. الله 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 الله, الله. العب العب يا عمري العب، هي يا مصطفى. يا الله يلا نزل نزل يا صديقي نزل، خذ سهله بيت الحارس. روح يا مصطفى روح روح يا ولد روح. شوت 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 شوت، يا سلام. اي يا حبيبي اي هدف جول، شوف الانطلاقه السريعه، حطها بالجول يا ولد حطها بالجول. اوكي قلصنا الفارق ممتاز. الحلو انه انا بهذه الدقيقه عندي لياقه والخصم لياقته انتهت، فيا رب يا رب اقدر استغل هذا الشيء واسجل التعادل. خذ خذ يا عمري خذ يا حبيبي خذ، خلاص ختمنا دوري ابطال اوروبا يا ولد. شنو هذا؟ يا سلام عليك يا مصطفى، والله التصويبه ناريه صاروخيه لا تصد ولا ترد، هدف من عالم اخر. كم متر هذا؟ كم متر؟ 40 ولا ايش قد يا ولد؟ شوف 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 شوف, شوف, شوف الاستلام، بوم. ما تجيبها يا مندي ما تجيبها ما تجيبها يا حبيبي ما تجيبها، هذه صاروخ هذه لا تصد ولا ترد. روح يا عمري روح، هدف التعادل، ريمونتادا اخرى. يا سلام عليك يا ولد، يا سلام عليك اسطوري، 15 هدف 10 مباريات الي بدوري ابطال اوروبا، والله شيء كبير يا عمري شيء كبير. اوكي احلى شيء انه انا سجلت هدفين بهاي المباراه، هذه المباراه كانت مهمه، فريقنا كان دائما متراجع، خليت لياقتي للاخير واستغليتها احسن استغلال. يلا
يلا لا يا حكم. اوكي نروح مباراة الاياب ان شاء الله، بالاياب نفوز باذن الله. اوكي مباراة الاياب يا شباب، وصلت للهدف 63 مثل ما تشوفون، شيء اسطوري. هذا افضل لاعب بالشهر دي، ايش وانا شنو جاي اسوي يعني. المهم مباراتنا هسه ضد تشيلسي، الاياب 2-2 الذهاب. يا رب يا رب فريقنا ما يخذلني يا رب. لا 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 حلوة دخية، يا سلام حلوة. يلا عرضية مصطفى بالرأس، يا ولد يا ولد كانت ممكنة. لا لا اوه والله مشكلة، والله مشكلة يا شباب. انتو لعب يا سلام. الله 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 على الجول. لا 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 مو طبيعي مو طبيعي يا ولد مو طبيعي. شوف 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 حطها بالجول. والله مندي تعبت اليوم، مندي تعبت يا ولد، تعبت بالار 2 بالتصويب القوي بكل شيء. مين ما تجي يا حبيبي ما اصدها. يا سلام يا سلام يا سلام. يا رب يا رب نفوز، تعبت وانا اسجل لهذا الفريق. اصعد يا حبيبي اصعد اصعد والعب اصعد والعب اصعد والعب اصعد والعب. يا سلام يا سلام. سيئة والله تمريرتك، سيئة وحيل سيئة. حلو مصطفى، خلاص 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 يا عمري خلاص، اختمها بالقدم الضعيفة. خذ الضربة القاضية يا ولد، خذ الضربة القاضية. الله عليك الله، شنو هذا؟ لازم اصوب شباب، والله لازم اصوب. ما يسجلون لاعبيني ما يسجلون. شوف 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 بوم، المنطقتي قوية لاعد اكيد ارد اصوب من بعيد. والله جلدت المندي جلد جلد جلد. صفر يا حكم، انهي المباراة. فزنا على تشيلسي او فزت على تشيلسي، انا العب ضد تشيلسي يا ولد، فوزت فريقي. وصلنا المباراة النهائية من دوري ابطال اوروبا. والله عالمي، والله انت عالمي يا مصطفى. وانا افضل لاعب بالمباراة، وانا هداف لدوري ابطال اوروبا. كم هدف صار عندي؟ 17 هدف بدوري ابطال اوروبا بهذا الموسم يا عمري. ايساك يا شباب 5 اسيستات عنده، والله المفروض هو يلعب، المفروض هو ينزل اساسي بدل فالاهوفيتش. خلينا نشوف مباراتنا ويا من راح تكون. راح نلعب ضد بوروسيا دورتموند نهائي دوري ابطال اوروبا. يا رب يا رب افوز فريقي. عندنا الجولة الاخيرة من الدوري الانجليزي ضد برايتون، اذا فزنا راح ناخذ لقب الدوري الانجليزي يا حبيبي. اوكي 78 ب 78، والله ودي العبها يا شباب بس صار لي تقريبا ساعتين اصور، ورد العب مباراه بوروسيا دورتموند، فراح اسوي هاي المباراه سكيب. اوكي فزنا مباراتنا الاخيره يا شباب، وليفربول بعد فازوا، فمثل ما تشوفون متعادلين بالنقاط، لكن احنا اخذنا لقب الدوري رسميا ب 81 هدف سجلنا، 32 هدف دخل مرمانا، احصائيه تعتبر قويه بالنسبه لنا هذا الموسم. انا هداف الدوري ب 38 هدف، وانا افضل صانع العاب بالدوري ب 20 هدف. لازم الكرة الذهبية إلي رسميا، المقطع الجاي أريد الكرة الذهبية يا ولد، ضروري جدا تكون عندي الكرة الذهبية. نهائي دوري الأبطال ضد بوروسيا دورتموند. يلا صافرت البداية، نهائي دوري أبطال أوروبا. والله تعبت وأنا قود فريقي لهذه المباراة. أتمنى يعني أتمنى فلافوتش يسوي لنا شيء بهاي المباراة، أتمنى يا رب. لا واضحة هالجول، يا الله كل مرة يعني ما اعتقد هذه المره بعد راح اقدر ارجع بالنتيجه. حلوه يلا يا سلام، حلوه 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 يا مصطفى، اسيست يا عمري اسيست، يا سلام عليك. والله يا شباب صراحه شيء اسطوري اني اصنع هدف بهذا الشكل بنهائي دوري ابطال اوروبا. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. اوكي يلا يلا رجعنا رجعنا. هذا ميسن ماونت يتمركز احسن من فالهوفيتش الصراحه، فالهوفيتش بس طاقه، ما جاي اشوف شيء منه بالملعب. حلوة لا 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 ما وصلت لي. لا وصلت لي الكرة هذه. يلا يلا عندي عندي مصطفى العب، يا سلام هي هي يا عمري. حلوة شكرا فالهوفيتش، اخيرا اخيرا يساعدني بجول. حلو 2-1، جيد جيد جيد. مباراة اسطورية هذه، راح نجيب دوري ابطال اوروبا يا ولد، راح نجيب دوري ابطال اوروبا. شوف فالهوفيتش مصطفى بوم. لا لا يا شباب لا يا شباب، يا الله خلاص انتهت المباراة، روح لشواط إضافية. لا يا حبيبي لا لا يا شباب. هالاند هدف الفوز 3-2. حلوة يلا 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 اضرب، الله ياخذك اضرب اضرب. يا الله مصطفى جيبها، صعب المشكلة ما حيجي ما حيجي. حكم دقيقة واحدة بس، ليش يا حكم ليش؟ اوكي خلاص
خسرنا بدوري أبطال أوروبا يا شباب للأسف. خلاص راح أطلع من الفريق الحلقة الجاية، حلقة انتقال بإذن الله. من توقع النادي راح يجيب لنا عرض؟ خسرنا بدوري الأبطال، والله فريقي تعبني، ما أريد أكمل ويا مانشستر يونايتد، خلاص قيمة اللاعب عالية فما ندري منه ممكن يطلبنا. أما السيتي أو باريس كالعادة، بس أتمنى ننتقل النادي قوي وكامل حتى نجيب دوري الأبطال بالموسم الجاي. لنفسك كنت مقطع لايك اشتراك في القناة، شكرا مشاهدة، السلام عليكم.